السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم للتفاعل معنا والنقاش حول الموضوع الذي سنطرحه اليوم في هذه الحلقة. سيكون الموضوع عن إطلاق سراح الناشطة رنا عبد الحميد الزيادي بعد أن تم اختطافها على أيدي عناصر تابعة لمقتدى الصدر، حمايات مقتدى الصدر تحديدا، من أمام منزله في منطقة الحنانة في محافظة النجف. دعونا نشاهد مشاهدينا الكرام هذا المقطع للناشطة رنا وهي تتحدث بعد أن أطلق سراحها وكيف تم التعامل معها من قبل ميليشيا أو حماية مقتدى الصدر، وما الذي تعرضت له، وكيف ترد بتساؤلاتها على من اختطفها، وأيضا كيف وجهت تساؤلاتها إلى أو أسئلتها إلى مقتدى الصدر. فنشاهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 3/3/2020، البارحة كان يوم 2/3/2020، كنت بها البارحة في حي الحنانة والسعد للتبضع من مولات الحنانة والسعد والمحلات. فأثناء دخولي للحنانة وشرائي من مولات مقابل مسجد الحنانة ثم توجهي إلى مول الأبرار مرورا بمنزل السيد محمد صادق الصدر اللي هو محل إقامة السيد مقتدى الصدر في الحنانة، أثناء مروري طبعا أنا ما جاي أصور، أنا جاي أتبطأ زين بالدرجة الأولى. فأثناء مروري شفت واحد من الحماية اثنين واقفين أربعة ونادى وقال جيب اللاسلكي خلي النادي جيب النداء. بعد وصولي إلى مول الأبرار ودخولي للتبضع وخروجي من المول أجر التاكسي واني باب المول، فكانوا مجموعة واقفين من حماية السيد مقتدى. فأثناء صعودي بالسيارة بعد السيارة ما تحركت حوطوا السيارة قالوا لي أنت السائق أنت دعمت هسه واحد بحي الحسين. قال لهم الرجال أني ما داعم، أنا فهمت الفيلم انزلت. قال لي ليش تنزلي أنت كنت وياه؟ قلت له احترم نفسك أنا ما كنت وياه، أنا استوني طالعة من باب المول وهالحركات مو علي. فردت أجر تاكسي ثاني وخليهم حتى أفضح فيلمهم، أجر تاكسي ثاني منعوا التاكسي الثاني وجو توجهوا علي. أنت تحكين على سيد مقتدى الصدر ليش هو السيد شاكيلكم؟ سيد ما يشتكي من البنات ولا يدز زلم على بنات، هذا من محمد الصدر مو أنتو. ف وما أحس إلا أحد خوش الجنطة من متني خلعها، واحد سحني من حجابي وقع لي اياه، واحد سحل القمصة لواتي خلع حتى الكلاو اللي بيها زين، ما احس الا ضربة اجتني على وجهي من هاي الاتجاه. انت تحجين على سيد؟ قلت له احترم نفسك انا اشي على فساد الحاشية وانت شنو انت شنو؟ واحد اخذ العلاقة اللي ماتي مات التباوض قدروا ينشون بيها مثل القرودة بالشارع، جيبوا موبايلاتها جيبوا موبايلاتها اخذوا موبايلاتي. أنا عفتهم بالشارع خليتهم على هوستهم وتوجهت باتجاه منزل سيد مقتدى الصدر اللي ما يبعد 300 متر عن مول الأبرار. وأنا بالشارع الناس كلها كانت واقفة وشافت هذا الموضوع، حكيت بعلى صوتي معير يا ابن محمد الصدر إذا تنضرب مرة ببابك، معير إذا حمايتك يتجاوزون. فطلع لي قاسم تشلوب متخاصر ايه شكو؟ قلت له اريد السيد اريد السيد، معير ابن محمد الصدر اذا بنات النجف تنضرب بباب محمد الصدر. وما احس الا هو اوعز الى سيارة جتي طبعا سيارة سايبة صفرة تاكسي، ما احس الا بطانية فوق راسه خلوني بالسيارة. واحد طبعا بعدنا احنا بباب سيد محمد الصدر باب سيد مقتدى الصدر بالحنانة، اسمع واحد يريد يصعد وياهم بالسيارة يقول لي اليوم نختصبك ونصور اغتصابك ونبدع الفضائيات شوفينا اليوم. فقال لا لا تصعد زين. اخذوني طبعا فرعوا السيارة رجعوني الى مقر حماية سيد مقتدى الصدر. طبعا فيك حتى انه سيارة خطفتها وراحت احنا ما ندري، فاكو واحد ما يدري وحماية سيد مقتدى واقفة تتفرج وبنية تنخطف بباب السيد، شوف المهزلة والغباء اللي عندهم. فراني دخلوني الى مقر حماية سيد مقتدى الصدر، طبعا حجابي مو على شعري
وهاي السيد مقتدى اللي ابوك سيد محمد صادق الصدر اللي يقول صاحب الفتوى الشهيره المعروفه اللي يقول لو خرجت شعره من شعر مسلمه كانما قتل جد الامام الحسين. سيد مقتدى هذا حجاب البارحه مو على راسي، حجاب البارحه كله وشعري كله تكشف البارحه عبابك. اذا تقبل بهذا المستوى انه يخلع حجابي ببابك وهدد بالاغتصاب ببابك، انا اطلب من عندك احتراما لآل رسول الله ولآل محمد الصدر واحتراما للسيد الشهيد محمد الصدر، اطلب منك تنزع العمامة، احفظ كرامة ابوك بدل هاي المهازل اللي جاي يصير ببابك. طبعا اول فاعل من وصلوني طبعا المقر حماية سيد مقتدى اللي بن حنانة، فتح اول واحد الباب كان سيد جليل النوري، طلع اخرى عنها طلع رناه، قلت له اريد حجابي، جاب له خاوي بيده، قلت له ما اطلع اريد حجابي، دورت حجابي لقيته واقع بالسياره حطيته على راسي وطلعت، قلت له هاي مو مراجل من عندكم، هذه خنافيه خارج سوق الزلم الظاهر عندكم، الزلم الزينه عافتكم وتكترت وظلت بس المخانثه وياكم، هذا الاسلوب مالتكم مو علي يعني، انتو هنتي كرامتكم ما هنتوني يعني. الزلمة الزين شلون ينعرف؟ من يحترم المرأة؟ أما اللي يتحرش بالمرأة هذا يثبت إنه تخلى عن رجولته وتخلى عن كرامته وتخلى عن حميته. أنتوا اللي تتباعون على السواتر حميتوا العراقيات، وسيد مقتدى أبوه اللي يقول كأنما قتل جد الحسين إذا ظهر شعر من رأس المرأة، وأنا هسه تنزعون حجاب شعري باب سيد محمد الصدر؟ مصر ما نزعوا المصريين، المخابرات المصرية والأمن المصري لما اعتقلت في مصر على عبور الحدود الأراضي الفلسطينية ما نزعوني حجابي، احترموني، ما استخدموا هذا الأسلوب الهمجي اللي أنتوا جاي تستخدمونه، تروحون فدوة للمصريين جماعة سيد مقتدى. المهم قعدت بكرفان يقول لي مسحيها بوجهي وأنا أعتذر من عندك، قلت له لا تعتذر من عندي ولا أمسحها بوجهك ولا أقبل اعتذارك، وهذول الولد ولدك. قال انا اليوم المسؤول الامري بالحنانه وباشر يوم الي ويوم الكاظم العيساوي، باشر كاظم العيساوي، قلت له خلاص انه ما يقدر زرزور يتحرك بالحنانه الا بامرك، وهذول اللي اجوا هم ولدك. اسلوب التعليم الفاشل هذا اسلوبكم انت، في اسلوب الصياعه والعصابات والطياحات هذا اسلوبكم انتو، احملك المسؤوليه انت يا سيد جليل النور المرافق الخاص للسيد مقتدى والى مدير حمايه السيد مقتدى قاسم شلوب، وهاي رساله للسيد، خاف الجماعه مسوين رواحتهم انبياء يمه. قلت له اريد اقابل السيد، ليش خايفين؟ بعد اللي صار قال ايه انقل له الخبر، قلت له خلاص. المهم فتناقشنا، قلت له انا ما اقبل اعتذاركم نهائيا، انا هذا الاعتذار مالتكم ما اقبله، انتم غلطانين من السمع القاع، ما اقبله، اذا انا الصدريه في يوم ما جاي تستخدمون هذا الاسلوب وياي، يعني اكيد بنات العالم الثانيه هاي المتظاهرات الاخرى بنات التيارات الثانيه المدنيه ايش جاي يسوون بيهن؟ جاي تهدوهن الى ان باب محمد الصدر تهددون بالاغتصاب وتردون تغتصبون وتصوروا لي فيلم وتهددون ببث الفيلم. لعد ايش بقى من محمد الصدر؟ سيد مقتدى إذا تقبل بهذا الحكي انزع عمامتك، عمامتك انزعها احتراما لسيد محمد الصدر، واذروحوا اغتصبوا وقتلوا وذبحوا وصلخوا وشتردون تسوون وتفسدون افسدوا بعد ما نحكي وياكم، بس هاي العمامة إذا ما محترميها انتم انزعوها، انزعها سيد مقتدى إذا هيك الحكي، إذا تقبل انت غيرتك وغيرة أبوك باب ابوك هيجي، انا هذا مو باب جليل النوري ولا باب ابو جليل النوري، هذا بابك يا سيد مقتدى وباب ابوك، اذا ما تحفظ كرامتك وكرامه ابوك فانزع العمامه. اذا تقبل بنات النجف تنزع حجاباتها بباب ابوك ينزعون حجاباتها، انزع العمامه يا سيد مقتدى. إذا تقبل باب أبوك يهددون بنات النجف بنات العراق زين بالاغتصاب فانزع عمامتك يا سيد مقتدى الصدر،
ماكو داعي تبقى معمم على شنو؟ شو المسيرة الدينية مالت أبوك ما كملتها؟ ولابس لنا عمامه وربعه كلهم حراميه وطقوا مليارات، واليوم يهددوننا بالاغتصاب وينزعونا حجاباتنا بباب ابوك باب الحنانه؟ اذا عمامتك على شنو انت بقيت معمم؟ طبعا قلتنا اجى الشخص اللي كان يهددني بالاغتصاب، طيب زين؟ صور لي مقطع، طبعا قاسم شلوب اجى مدير حمايه السيد مقتدى السيد جليل، رنا طناح ناخذك نوديك بسياره. واريد نرد تعالي قاسم شلوب تعالي نزلي بيان انه انت مو مختطفه. قلت له لا بالله. قال مو الدنيا احترقت. قلت له مزين الموبايلات عندكم مو عندي، الموبايلات عندكم بس ان الخبر طش بالعالم كله، تب كل الدول وين قاعده عندكم وموبايلات عندكم، ما لحقت انا ابث اي شيء ولا احكي اي شيء زين، بس الدنيا احترقت والفضائيات احترقت والمواقع احترقت، فضحكم فضيحه. حماية سيد مقتدى الصدر اختطفوا الصحفية رنا عبد الحليم. سيد مقتدى ما اطلع من العراق، العراق الي. انت اللي بكتوا العراق، انت وحماياتك وحاشيتك، انت اللي تطلعون من العراق. عوائلكم وين هسه؟ عائلتي انا هنا بالعراق. انا امشي بطولي بالعراق، ما اخاف. واسلوبكم هاي وتهديداتكم صدقوا ما يوم من الايام راح اخذها واطلب لجوء بيها، استشهد على ارض العراق ولا اطلع من هذا التراب الطاهر. ما اعطي لا لك ولا لغيرك، عراقي هذا، انا اولى الناس بي، انا اولى الناس بي، مستحيل اعطي العراق لكم ولعصاباتكم، استشهد على ارض بكرامه ولا اطلع، ولا اطلع واظل بالغربه ابكي عليه، هنا انا افدي بروحي، هذا عراقي، عراق ابوي ضحى عليه، اذا انتم ما محترمين دم ابوكم انا احترم دم ابوي الطاهر اللي نزف على ارض العراق. استمعتم مشاهدينا الكرام إلى حديث الناشطة الصحفية رنا عبد الحليم الزيادي بعد أن تم إطلاق سراحها من قبل حماية مقتدى الصدر التي خطفتها والتي هددتها بالاغتصاب التي اعتدت عليها، وكل هذا تم أمام منزل مقتدى الصدر، والذي طبعا دائما نتساءل لماذا يستمر بتسخير أدواته وعناصره وأتباعه للاعتداء وارتكاب هذه الانتهاكات ضد كل من ينتقده أو ينتقد سياساته. نستمع إلى أول اتصال معنا، السيد أبو فيصل من السعودية. أبو فيصل تفضل، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أستاذ محمد؟ حياك الله، أهلا وسهلا، تفضل. حياك الله، تحية لكم، تحية قناة تحية الكادر القناة. أهلا وسهلا. تحية للشعب الأردني، حية الشعب العراقي السعيد. نعم. بالنسبة لهذا الصدر ما هذه الشركة يا أستاذ محمد لازم من تغييرها كلها، ما كلهم يعني عملاء ولم يستقر وضع العراق الا بسقوط هذه الشرذمه كامله. نعم. بما فيهم الصدر والحكيم وهذول استاذ محمد هم كل يعلنون ولاهم لايران، هم لا يعرفون الا ايران وهي لابد من سقوط، والرئيس اللي مثل رئيس وزراء يشكلونه لا ياتون الا بواحد من الميليشيات مطيع لايران. نعم. والشعب العراقي اعلن من اول يوم لن يقبلوا اي واحد غير وطني عراقي يعيد. نعم. العراق وتحية لك. شكرا يا سيد أبو فيصل من السعودية. معنا السيد أبو حسن من بغداد، تفضل يا أبو حسن. السلام عليكم أخوي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك يا أبا، حياك. هذا تاريخهم، ما تاريخهم هذا الأسود اللي يفضحهم، يعني يوم بعد يوم تطلع هاي عمايلهم وأفعالهم الدنيئة بالاعتداء على النساء وعلى الرجال. أما نعم. أما شلة خسرانة يا أخي محمد. نعم. يعني أما خسروا كل شيء، وبينه وللعالم وللعراق بالذات بينهم ناس يعني ما يعني مو عراقيين اصلا ولا ينتمون للعراق ولا ايران. هاي ابتلاء الله ابتلانا بيها، جاره سيئه السمعه، فهاي البنيه شرف، شرف للعراقيات كلهم والعراقيين، وهي اخوتنا وبتنا وكل شيء عندنا. نعم. كرامتها من كرامتنا، بس هذول ما يعرفون الكرامه يا اخي محمد، ولذلك يعني بيمشون بدون عقل. نعم. وكو ناس يا اخي مغسوله ادمغتهم، ادمغتهم مغسوله ويهتفون به ويقولون في الشخصيه، ومع العلم هاي عمايله. نعم. يعني هل يا ترى يتعظون ذول اللي وياه؟ ما يتعظون. هل فعلا هو ما له علاقه يا ابو حسن؟ يعني مقتدى الصدر باللقاء الاخير اللي تم، لقاء التلفزيوني الاخير، كان يهدد بصراحه وبوضوح انه سيعيد نشر فرق الاغتيالات والاختطاف في بغداد. هل معنى هذا الكلام انه يعني هناك من يتساءل، مقتدى الصدر يقولون ما له علاقه، هل فعلا هو ما له علاقه؟
اخي منصور مساومه ذاك اليوم، مو باللقاء بكلامه يقول انا سوي جرد اذن للمتظاهرين. نعم هذا كذاب اخي، كاذب هذا يظل يعني الراي العام العراقي والدولي يعني يدعي بان البراءه هو لا هو اساس المشكله. نعم. هو وغيره هم الشله التعبانه جت من العراق. نعم فهم ابتلاء اخي ابتلاء، هم لا عندهم دين ولا اسلام ولا فرقان ولا اي شيء ولا يعرفون هاي الحكومه عساد تصير، هم الشعب ما يريدهم بس. نعم. هم دا يشغلون الحكومه بكيفهم، جابوا حيدر العبادي توافق. نعم. ودمر العراق وخلى الناس بالموصل قال اطلعوا من بيوتكم. طيب هسه خلصكم وصار القصف عليهم، وهذا همين توب توافق او شوف الله يعلم. انا اشكرك يا ابو حسن معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك للمشاركه. طبعا مشاهدينا الكرام، ليست الناشطه رنا الزيادي فقط هي من تم الاعتداء عليها مؤخرا من قبل اتباع مقتدى الصدر، هناك ايضا المتظاهر حسين رحم ايضا تم الاعتداء عليه طعنا بالسكاكين وايضا بالهراوات ضربا من اتباع مقتدى الصدر ايضا لانه شارك في هذه التظاهرات. ليست الحاله الاولى التي يقوم بها مقتدى الصدر بتسخير اتباعه وعناصره للاعتداء على الناشطين او ارتكاب انتهاكات ضدهم او حتى اختطافهم، هذه ليست المره الاولى. القبعات الزرق التي نشرها في ساحات التظاهر اعتدت على نساء متظاهرات عراقيات في مختلف الساحات العراقية وارتكبت مجزرة في محافظة النجف وهو قريب منها وهو يسكن في نفس المحافظة وهو يشاهد ويسمع، ومع هذا لا يتدخل ولم يتدخل لوقف هذه الميليشيات، بل بالعكس هو يجاهر على مواقع على وسائل الإعلام بأنه قام بجرة إذن للمتظاهرين ويهدد بإعادة جيش المهدي وأيضا كل ما قام به جيش المهدي سابقا من عمليات اختطاف وانتهاكات واغتيالات ارتكبها في العراق ضد ناشطين، ضد عراقيين بشكل عام، ضد متظاهرين بشكل خاص. في الرسائل الواردة مشاهدينا الكرام على الواتساب، زهراء من العمارة تقول السلام عليكم، عندما استعملت الميليشيات والأحزاب القمع والخطف وجميع أنواع الأسلحة والدخانيات رغم كل هذا بقوا الثوار صامدين وسلميين وإن شاء الله منصورين على الأحزاب والميليشيات، تحياتي لكم. شكرا جزيلا يا زهراء. السيد أبو فاطمة من النجف تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. تحية لك ولكافة الأخوة في القناة والمشاهدين. أنا الحقيقة يعني جرائم ومخازي مقتدى ومن يتبعه من المجرمين أصبحت يعني يعرفها القاصي والداني. نعم. هذه الجريمة اللي قام بها ضد هذه الأخت من النجف. نعم. وهي رفعت رأس العراقيين وهي أجع من الذكور اللي موجودين معه صراحة. وهذه ليست هي المرة الأولى أخي الكريم. نعم. هذه يعني الذي يقوم به يوميا هذه العصابات في النجف وفي. نعم. سامراء وفي بغداد معروفة يعني للجميع. هذا دليل كذلك على أننا بفضحنا لهذا الرجل ويقولها. نعم. بصراحة ولآل الصدر بأنه لو كان هذا الرجل عراقي ما سمح لهؤلاء المجرمين أن يتطاولوا على هذه الشريفة بنت الشرفاء. نعم. أخي الكريم، جرائم المقتدى وجيش المهدي معروفة، قتلوا الشعراء وقتلوا المحاميين وقتلوا كثير من العراقيين وما زال. أما قضية أنه ينفي فهذه أصبحت كليشة عند المجرمين في العراق. يطلع شيء بسيط أخي، يطلع يقول أنا أنفي هؤلاء الجماعات الوقحة وغير الوقحة وغيرها كلها خرجت من تحت عباءته، فهذا الأمر سهل أنه ينفي. بل الجريمة على إيش يا أبو فاطمة؟ نعم. اعترف مؤخرا، اعترف يعني حتى النفي لم يعد له أي قيمة في ظل اعترافه أنه هو الذي قام بجرة الإذن وهو اللي عند الميليشيات وممكن يسخرهم بأي لحظة أنه يرجعون شغلات هواية. نعم نعم أخي الكريم، وهذا النفي أخي هذا للاستهلاك الـ ليس المحلي بل الدولي. لأن حتى يقول يا أنا نفيت، أنا ما عندي شغل في هذه، ليس لي أي علاقة بهذه الجرائم. نعم. هو يظن أنه بهذا الكلام
أو بالتقادم ستسقط الجرائم التي يعني قام بها هذا الرجل مع الأسف الشديد، وهو لابس عمامة. يعني ما هي كما قالت الأخت، ما قيمة العمامة التي وضع على رأسك وأنتم تقتلون المسلمين عمدا، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. أين أنت من ماذا يدرس هذا في الحوزات؟ ماذا يدرس في ماذا تعلم من أبيه؟ لا شيء أخي. في النهاية أخي أنقل خبرا، وأتمنى أن يكون يعني غير صحيح أو غير مؤكد. وصلتنا أخبار من الناصرية أنه تم إعدام 12 بريء في سجن الحوت. شكرا يا سيدة أبو فاطمة من النجف. أم أزهار من بغداد، تفضلي يا سيدة أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك وحيي هاي القناة العظيمة، وحيي كل المتظاهرين والخزي والعار المقتدى الصدر والخبثاء ضالته وعملاء إيران وأمريكا وإسرائيل. هذول كلهم اللي يقتلون. هو منين؟ هو منكم؟ هو من إيران. وهذول جماعة اللي إجوا 400 واحد من إيران دا يقتلون وشلبون. يعني هو أصلا لا دين ولا ديانة ولا يعرف حتى الكلام. أصلا عيب عليه وخزي عليه وعار. هسه صار عار القاتل مجرم، مجرم سفاح. طيب. هو وجماعته وهو وكل المعممين اللي إجوا وياه من 2003 إلى هسه. أم أزهار برأيك وين القانون اللي مفروض يحاسب مقتدى الصدر وغيره من الأشخاص اللي ارتكبت عناصرهم بتوجيهاتهم انتهاكات ضد العراقيين؟ يعني لو عندنا قانون، لو عندنا قضاة، لو عندنا حكومة صالحة، لكان مقتدى ولا الحكيم ولا المالكي ولا أي مجرم من المجرمين قدروا يفترون على البلد. لكن هم من 2003 اجوا بدون قانون، بدون حتى كل قانون مخدوم. هو منو خلى الدستور؟ مو بريمر؟ منو خلى الدستور غير هذول المعممين وبريمر؟ فهم باطلين. هم جاي اجوا حتى يقتلون هذا الشعب، وهو امر من امريكا وايران واسرائيل. وسلموا امريكا، سلمت ايران العراق كله حتى يقتلوهم، حتى ياخذون ثارهم. وهذا المجرم، اما هذا المجرم السافل اللي هو خالد العمامه، بلا تجاوزات يا ام ازهار، بلا تجاوزات رجاء. تكلمي انتقدي السياسات. لا 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 ارجوك، يعني لانه المجرمين هذول كافي احنا نسكت لهم. المفروض هذول يروحون لبيوتهم ويقتلوهم، مو كل واحد خلى عصابه. طيب. هم كلهم عصابات هذول. فلنا واحد يقدر ينام وحده بدون ما يخلي دار عصابه. فلنا واحد يقدر يطلع للسوق بدون ما جماعات ورا يحموه. احنا شنو وين عايشين؟ احنا وين عايشين؟ احنا في غابه. غابة صار. إحنا مو بلد، هاي بلد الغابات، صرنا بلد المجرمين. إن شاء الله، بإذن الله، إن شاء الله هذا المرض يقضي عليهم إن شاء الله. وإن شاء الله هذول المتظاهرين إن شاء الله يحميهم الله وينصرهم على هذول السفلة اللي طيب. ما يستحون. شكرا يا أم أزهار. شكرا سيدة أم أزهار، كنت معنا من بغداد. في الرسائل الواردة وهناك الكثير منها حقيقة نقرأ ما نستطيع. السيد أبو حاتم من الموصل يقول: السلام عليكم. بعد التحية لك أستاذ محمد المحترم وللجميع، وجه ندائي للشعب العراقي كافة، أن الأوان أن يأخذوا دورهم ويقفوا مع الأسود ضد ضباع الخضراء الذين أهلكوا الحرث والنسل ونهبوا وسرقوا وهتكوا الحرمات وأفسدوا كل مقدرات ومؤسسات الدولة العراقية من قبل ميليشياتهم الهزيلة وجرثومة الخضراء أداة الاحتلال. والله ناصر الثوار، والسلام عليكم. شكرا يا سيد أبو حاتم. معنا الآن السيد سعد من الكويت، تفضل يا سعد. يا هلا بيك يا أستاذ محمد، تحياتي لك وللقناة وللبرنامج. أستاذي، أولا لا يجوز الاعتداء على المتظاهرين، لا يجوز الاعتداء على المعتصمين، لا يجوز الاعتداء على الملتزمين بالأخلاق والأدب والمظاهرة السلمية.
ويجب تعويض مالي للمتظاهرين السلميين وكشف حالات المفقودين. ولا يجوز الأذى البليغ، هذا غير لائق، هذا ليس من الإنسانية والإسلام وأهل البيت يا أستاذي. لا يجوز الاعتداء على الصحفيين والصحفيات والإعلاميين العراقيين أخوتنا في الإسلام والدين. يا أستاذي تحياتي لكل البرنامج الراقي وشكرا لكم جميعا. شكرا جزيلا لك سيد سعد من الكويت. أيضا في الرسائل الواردة إحدى المشاركات تقول: أنا بنت وناشطة بمواقع التواصل الاجتماعي، البارحة طلع لي واحد من جماعة مقتدى وهددني لأن جبت اسمهم، وين العالم عن مقتدى وجماعته؟ يقتلون بينا بالعلن وعايفيه بلا عقاب، هذا حق الإعدام، وإلا الإجرام راح يكون عادي عندنا. أي واحد يجي يقتل مثل ما هم يسوون، وهسه تأكدت أي شيء صار بشبابنا وراح يصير بينا من مقتدى، وعمرهم ما راح يسكتونا. ليست الحالة الأولى مشاهدينا الكرام التي يتم فيها الاعتداء على ناشط، على ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي أو ناشط في التظاهرات أو صحفي. انتقد مقتدى الصدر وانتقد جماعته، تم خطف طالب من محافظة كربلاء في باص كان يقلهم مع مجموعة من الطلبة، لأنه نشر تعليقا أو نشر منشورا على الفيسبوك انتقد فيه مقتدى الصدر، جاءوه على الفور وقاموا باختطافه، وغيره من حالات كثيرة. رنا الزيادي آخر الحالات، وهناك حالات كثيرة جدا أيضا تطالهم أيدي أو أيادي جماعة مقتدى الصدر أو عناصر أو ميليشيات مقتدى الصدر وغيره من الأشخاص الذين يتواجدون الآن في المنطقة الخضراء أو من هم شاركوا في العملية السياسية أو يشاركون، يرفضون أي انتقاد، يرفضون أي اعتراف من قبل الآخرين بحقيقتهم وكشفهم، وبالتالي نرى ما نراه الآن من هذه المسلسلات المستمرة بالانتهاكات، الاختطاف وحتى الاغتيال. معنا الآن السيد سعد من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من جوار الحرم المكي، اللهم أنصر الثوار العراقيين وآمن روعاهم وشافي جرحاهم ورحم موتاهم ولا تجعلني لهم من الخاذلين. تحية لك يا أخونا الفاضل، وتحية لشباب العراق، وتحية لشيبان العراق، وتحية لنساء العراق. الله يوفقكم إن شاء الله في دينكم ودنياكم. الصراحة لا زال الشباب يثبت أنه هو الرجل البطل في العراق. وأنا أشكر شباب العراق وتحية لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله بك سيد سعد من السعودية. في رسالة أخرى: السلام عليكم، المظاهرات السلمية بعد شهر، يعني موضوع تحويلها إلى غير سلمية، يعني هذا أمر غير مطروح الآن ولم يطرح من المتظاهرين، بل بالعكس هم متمسكون بسلميتهم. وموضوع تحويلها أو شيطانتها أو تحويلها إلى عمل مسلح، هذا ما تسعى إليه السلطة الحاكمة وميليشياتها لكي تقضي على هذه المظاهرات بتبرير أمام العالم أن هناك حمل للسلاح، وبالتالي السلمية هي الهدف والسلمية هي الخيار الوحيد الذي نجح حتى الآن في كشف الوجوه، في إسقاط حكومتين متتاليتين أو شخصين مرشحين لمنصب رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي رئيس الوزراء السابق ومحمد توفيق علاوي الذي حتى لم يستطع أن يكمل كابينته الوزارية بسبب الرفض الشعبي. في رسالة أخرى: أبو علي من بغداد، السلام عليكم أخي، الحل الوحيد خروج مظاهرة مليونية كبرى في كل من بغداد الكرخ والرصافة والتوجه إلى المنطقة الخضراء وإسقاط أو تسقيط الطغمة الفاسدة. أم عبد الله منين؟ أبو عبد الله من لندن، تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أقول أخي محمد، اللهم عليك بجيش المهدي وقائده مقتدى الذي ظل قومه وما هدى، الحقد والبغضاء من أفواه أتباعك يا قد بدا، ستهزم من زئير الأسود في ساحة التحرير الذين لهم صراخ وصدى. أخي محمد، نعم. طبعا مقتدى يعني من كثر اللطم يعني صار خلل في عقله، يدعي أنه يعني يلبس عمامة ويدعي أنه من أتباع أهل البيت والمانشستر، والمرأة الأخت الآن يعني نعم. رأينا العراقيين والعالم سمعت ماذا فعل، يعني المصريين طلعوا أشرف من ميليشيات مقتدى.
أخي الكريم. نعم. طبعاً طبعاً يعني جورج كيسي كان يعني الغزاة الأمريكان. نعم. يعني الذين غزوا وغزوا العراق وقتلوا العراقيين، قال يعني جورج كيسي قال أخطر منظمتين لهدان أمن واستقرار العراق هو ميليشيا بدر بقيادة العامري وميليشيا المهدي بقيادة جيش المهدي بقيادة مقتدى الصدر. نعم. يعني هذه أخت يعني من النجف، فتخيل هي قالت فكيف لو أخوات يعني النساء الأخريات العراقيات. نعم. يعني هددوها بهذا يعني بالاغتصاب، ويعني ألا يجب يا أبو عبد الله التحقيق مع مقتدى الصدر باعتباره المسؤول الأول عن ما تقوم به عناصره وميليشياته ضد العراقيين؟ يعني هذا موضوع وثقة اختطاف الناشطة رنا الزيادي، ناس اللي نشرت الخبر، ناس اللي أوصلت المعلومة إلى العالم، مثل ما قالت هي بالتسجيل حتى تليفوني أخذوه مني، فشلون أنا أوصل الوضع اللي أنا بيه للعالم؟ إذن الموضوع واضح ومكشوف، ألا توجد أو ألا يجب التحقيق مع مقتدى الصدر أولا؟ هل هناك جهة قادرة أصلا في العراق على التحقيق مع مقتدى الصدر؟ أخي محمد بكل تأكيد نحن نعتقد إسلاميا عقيدة إسلامية، الله عز وجل يقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. هذا لا. رجل ظالم ليس له علاقة بأهل البيت، لا إمام حسين ولا إمام علي. إمام حسين عندما جاء لمقارعة الظلم قتل شهيدا من أجل الدفاع عن المظلومين، قتل شهيدا في كربلاء. يعني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب خلافته يعني عمر بن عاص اعتدى على مسيحي ليس مسلم وليس امرأة على رجل. إمام عمر بن الخطاب انتخب للنصراني وعاقب عمرو بن عاص والي مصر قال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فهو مقتدى الصدر الآن يلعب الورقة الطائفية الأخيرة على أساس يستدرج عطف أهل الجنوب ويقول إن السنة البرلمانيين أهل السنة إذا كان عندهم المفخخات يريد يلعب هذه الورقة الخبيثة، يقول إذا أنا عندي جيش المهدي جاهز، فعلى أساس إنه يكون يدافع عن أهل الجنوب عن إخواننا في الجنوب. طيب. فالشعب العراقي أنا أقول يا أخي كلمة أخيرة، الشعب العراقي الآن وعد وعرفت هذه الألعاب. نعم. فلن يمر هذه الخبث لن يمر على شعب العراق إن شاء الله. أبطال التحرير. نعم. إنه يقضون عليهم في قريبا عاجلا وليس آجلا. شكرا يا أبو عبد الله، كنت معنا من لندن، معنا باسمة من النجف، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أهالي النجف، إحنا بخصوص المظاهرات حبينا نشارك. نعم. إحنا بالخطوف والقمع اللي قاعد يصير، هاي كلها من ميليشيات الصدر، كنا نعرف مقتدى الصدر. فإحنا هاي أرض، إحنا العراق أرضنا، إحنا نريد يعني أرضنا إلنا، ما يفيدهم قمع، ولا يفيدهم خطف، ولا كل شيء يفيدهم. يفيدهم أرضهم، إحنا هاي أرض العراق، أرض العراق الخيرة. نعم. فاحنا بس نطالب من عندهم انه يخرجون من العراق، ما نريدهم. يعني احنا ما نريدهم لان هم قاعد يصيرون قمع، قاعد يصير هذا الخطف. يعني بألف شاب قمع روحه، وألف شاب احنا مطينا. نعم. مو قليله. ألف شاب مطينا. لا من مال السنين ولا مال ثورة العشرين، يعني هاي كلها حتى تحت الصدرين، كلها هاي صارت بها قمع. وكلها موثقة، وكلها أو أغلبها وثقت أنها تمت على يد، على الأقل يعني خلينا نتكلم بمحافظة النجف، القبعات الزرق واللي سوتها من مجزرة وارتكبتها في محافظة النجف، ولا حساب ولا عقاب. يعني حتى اللقاء اللي طلع به مقتدى الصدر وقال جرت إذن، هذا اعتراف واضح وصريح أنه هو من قام بهذه الانتهاكات. وين الحساب؟ يعني وين الملاحقة القانونية أو المحاسبة القانونية؟ لا أعطوا حساب، أنا عايزهم عقاب، يعني ما يخافون من رب العالمين. هاي الشباب اللي عمرها عمر الورد. نعم. فهذه هي ثابتة على أنه مقتدى الصدر هو اللي قاعد يدس هاي الميليشيات. نعم. لا غيره. نعم. شكرا يا باسم. نعم تفضل. حد ما يتغير النظام. شكرا لك سيدة باسمة، كنت معنا من النجف. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا.
ثلاثة والاستجابوا أربع مصابين. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نستمر بحديثنا في هذه الحلقة عن الناشطة رنا الزيادي وما تعرضت له من اختطاف واعتداء عليها من قبل أتباع وحماية مقتدى الصدر. من أمام منزله تم اختطافها في منطقة الحنانة في محافظة النجف، ونستمر بالحديث عن هذا التعامل الميليشياوي من قبل مقتدى الصدر وهذا التعامل من قبل أنصاره وأتباعه أو أتباعه من الميليشيات والحمايات ضد كل من ينتقد سياساته أو سياسات قياداته أو حتى سياساته الشخصية. يتعرض إلى ما تعرضت له رنا بل أشد، هناك من تعرض إلى أشد. يعني حسين رحم الناشط في أو المتظاهر في ساحة التحرير تعرض إلى طعنات متعددة وإلى اعتداء بالعصي والهراوات، وبحسب شقيقه الأشخاص الذين اعتدوا على حسين رحم ذكروا كلمة هذا ثأر مقتدى الصدر. إذن بهذه الطريقة يتعامل مقتدى الصدر وتتعامل ميليشياته مع المتظاهرين، مع الناشطين، مع الصحفيين. لا يوجد اكتراث لأي حدود بسبب غياب القانون طبعا، وبسبب أنه لا توجد جهة تستطيع أن تحاسب مقتدى الصدر في الحكومات ما بعد الاحتلال، وبالتالي يفعل ما يفعل بكل حرية. لا توجد هناك جهة عسكرية أو جهة سياسية تستطيع أن توقفه عند حده في حكومات ما بعد الاحتلال في ظل وجود هذه الأحزاب. من معنا الآن؟ السيد عبد الله من السويد، تفضل. عبد الله من السويد معك. حياك الله يا عبد الله. الله يسلمك أخي. والله أنا حبيت أعبر رأيي، إني أتمنى أول شيء العفو للمتظاهرين. نعم. إنهم ما يحققون اللي خرجوا من أجله، اللي هو ينقذون العراق من هذا الشيء اللي طاقة الحرامية. نعم. المجرمين اللي أكلوا حق العراق من شماله إلى جنوبه. نعم. وأتمنى أن يكون القانون هو الساسي بالبلد. نعم. وأعرف فيه يعني قضاة شريفيين وشرف، لكن هو طبعا الخوف يعلو على كل البلد صراحة من الميليشيات، وبالذات يعني أنا أقول هو السبب الرئيسي دمار العراق اللي هو مقتدى الصدر. نعم. وكل من يعاون مقتدى الصدر أو يحط إيده مع ايد مقتدى الصدر. فهذا الرأي ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله. نعم. الله ينصر المتظاهرين ويظهرهم ويبارك بظهورهم المبارك هذا ان شاء الله. وان الله سبحانه وتعالى يخلصهم من هالمجرمين الحراميه هذولا اللي اكلوا حق العراق من شماله. نعم. إلى جنوبه. وأشكركم على شكرا جزيلا سيد عبد الله، كنت معنا من السويد، شكرا جزيلا لك للمشاركة. نقرأ في الوقت المتبقي الرسائل الواردة مشاهدينا الكرام على الواتساب أيضا. السلام عليكم. بالنسبة من السيدة أم وطن تقول بالنسبة للأخت رنا، سيد مقتدى ما يعرف بهالحكي، وبدون تجاوز على سيد مقتدى، كرامة سيد مقتدى وأبوه موجودة وعلى الرأس، وما ينزع العمامة وتبقى على الرأس. سيد مقتدى ما يقبل بنات النجف المحترمات تنهان هيك ببابه، لو يعرف أكيد ما قبل. وبعد شغلة، هسه ماكو سالفة غير السيد دحشو بالحكومة هاي النايمة اللي باقت العراق ودخلت المرض العراق. شكرا. طيب، نقطة نقطة سريعا. في لقائه الأخير والذي كان ربما أعتقد يعني من وجهة نظر شخصية أهم لقاء لمقتدى الصدر، لأنه كشف فيه نقاط كثيرة وهي معلومة للجميع، لكن بتأكيده عليها هو إثبات، قال بأنه لا حكومة قامت أو لم تقم حكومة في العراق من 2005 إلى هاي اللحظة إلا بوجود مقتدى الصدر وبقبوله أو رفضه وبكلمته هي الحاسمة في كل الحكومات. هذا اعتراف أنه جزء أساس لا يتجزأ من العملية السياسية اللي وضعها الاحتلال، واللي جاءت حكومات ما بعد الاحتلال هاي الأحزاب ارتكبت هاي المفاسد والانتهاكات ضد الشعب العراقي وسرقت ودمرت وسوت. إذن هو جزء أساس، هو اعترف. النقطة الثانية بالنسبة لرنا الزيادي، وتقول أنه بالنسبة للأخت رنا
ما يعرف بهالحكي مقتدى الصدر. كيف انه ما يعرف بهالحكي وهو يطلع على التلفزيون يجاهر بانه اللي سواه جرت اذن كانت للمتظاهرين؟ هذا القمع وحرق الخيام وارتكاب مجزره في النجف وغيرها على يد القبعات الزرق من انصاره باعترافه هو قال هاي جرت اذن كانت، وغيرها قال لحد يسوي كذا لانه ممكن نرجع احنا هم جماعتنا وجيش المهدي مجمد وبشخاطه يذوب الجليد وما ادري شنو ترجع. فيسال المقدم البرنامج يعني ترجع البطه السياره اللي كانت تتم بها عمليات الاغتيال والاختطاف؟ يقول له مو بس هاي، غيرها هواي شغلات ترجع. هذه ايضا اعترافات. فهناك من المدافعين نعم، لكن الحقائق واعترافات مقتدى الصدر هي كافية جدا حتى أن ترد على أنصاره لمن حتى يشكك أو يعتقد أن مقتدى الصدر بريء من ما يرتكب ضد العراقيين. في رسالة من علي من العمارة، كلا كلا للأحزاب السياسية. علي من العمارة في آخر المتصلين معنا من؟ السيد أحمد من كربلاء، تفضل يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أحمد. أستاذ محمد. حياك الله. نعم تفضل. أستاذ محمد شلونك؟ الله يسلمك. ما فهمت يا أحمد. أشكرك للمشاركة أحمد من كربلاء. في رسالة تقول من السيد أبو أوس من تركيا، فليشهد العالم نحن أول شعب ارتدى الكمامات ضد فيروس نقص الغيرة الذي أودى بالآلاف من الشهداء والمصابين، وما زلنا نبحث عن لقاح اسما ريد وطن. في رسالة تقول السلام عليكم، من السيد أبو حيدر من النجف، اختطاف رنا الزيادي وصمة عار على مقتدى الصدر وآل الصدر. مقتدى الصدر جبت العار لأبوك والعمك، أبوك رجل بطل شريف استشهد في سبيل الحق، أنت علي من طالع صرت ذي الإيراني. خلي يكون بعلمك 80% من جماعتك عافوك بسبب جهلك، أنت مطلوب للعشائر أهل النجف. نصيحة لله، ارجع القم ولا ترجع للعراق، العراق ما يتشرف بيك، وخلي إيران تفيدك وشكرا. في رسالة من أبو علي من البصرة يقول أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد هاي نصيحة مني المقتدى، خلي يروح يدفن نفسه أحسن له من هاي الفضيحة. رسالة من السيد مبروك من الإمارات، رسالتك طويلة يا سيد مبروك باختصار شديد بعد التحية. التحية للأصوات التي ترفض محمد توفيق علاوي وغيره من ساسة العملية السياسية المبنية على المحاصصات الطائفية. الحكومة يجب أن تكون حكومة مستقلة وطنية. شكرا لك. في رسالة من زهراء من العمارة تقول مقتدى الصدر من يقول جرت إذن للمتظاهرين؟ أول مرة روح جر إذن أتباعك يهددون بالعالم بالقتل والخطف. مو بس هددوهم، هم سووا بيهم هواي شغلات. ناس عندما هجمت القبعات الزرق على الثوار، لكن هذه الثورة كشفت القناع عن وجه مقتدى. في رسالة تقول مقتدى معروف بأفعاله، ليش نسينا جيش المهدي سوى بالسنة وكانوا يختطفون على الهوية، وحتى تيزاب يخلون بخشم وحلق الضحية والدريلات وغيرها مو جديدة عليه. ما عندنا حرمة، لا ما عنده حرمة لا على نساء ولا طفل ولا رجل. شتترجى من عمامة عميلة وتابعة الإيراني الراد واحد يجر إذن مقتدى الصدر وكل اللي يحكمونه ويعلقهم بساحة التحرير. في رسالة من نور من كربلاء تقول السلام عليكم، مقتدى يتستر بالدين وقاعد يقتل بالشباب مثل ما كان صدام يقتل، هسه مقتدى نفسه يقتل مثل ما حكموا على صدام، لعد ما يحكمون على مقتدى، ماكو فرق، الاثنين قتلوا بدون سبب. السلام عليكم، من أم حسنين تقول السلام عليكم أستاذ محمد، تحياتي إليك والقناة، إن شاء الله منصورين على الأحزاب، ربي يخلصنا منهم ومن مقتدى الغدر. في رسالة من أبو المولى يقول السلام عليكم، تحية لقناتكم وتحية للأخت المجاهدة الصحفية رنا عبد الحليم التي أصبحت رمز الشجاعة للعراقيين، أشهد بأنها بألف رجل، تحياتي لها. في رسالة السلام عليكم كل كادر الرافدين، تحية لكم أخي محمد. مقتدى الصدر هو فتنة في العراق، مقتدى الصدر ينفذ مخطط إيران. شو تقول؟ مقتدى الصدر ينفذ هو وذيولها.
في رسالة لدينا فيما تبقى من وقت نقرأ الرسائل. السلام عليكم، المواطن أياد من كربلاء. يا أخي الكريم، أقسم بالله أن أهل كربلاء يعانون الأمرين، إهمال ما بين الاستهزاء بالتظاهرات وما بين سوء الخدمات. اللهم إليك نفوض أمرنا. في رسالة من السويد أم أيوب تقول: السلام عليكم، اللهم انصر المتظاهرين العراقيين واخذل عدوهم من مقتدى وعوانه وأمثاله، والسبب الرئيس في دمار العراق هو مقتدى الصدر. الطالبة أريام متابعكم بلهفة واهتمام وترسل التحية، شكرا لك يا أريام. وبعد اللي عفوا تقول: بعد اللي عرضته أختنا رنا، من اللي يضمن سلامتها؟ ممكن بأي لحظة يرجعون يخطفوها ويقتلوها، ونتمنى السلامة إلها. أكيد هي طلعت بألف، هي بطلعة وعن ألف رجال مثل أمثالهم، أو هي بطلة. طيب السلام عليكم، رسالة تقول: ابن الموصل، أستاذ محمد المحترم، باسمي ونيابة عن أهل نينوى والجريحة، نقف مع المجاهدة ابنة النجف رنا، نعاهدها ونقف معها ضد الاعتداء عليها وعلى أي عراقية. العراقية خط أحمر وسيدفع الثمن عاجلا أم آجل سفاح العصر مقتدى وميليشياته، ويضاف هذا الاعتداء على تاريخه. في رسالة تقول: ليش ما أسمح لأحد يحكي على السيد مقتدى؟ أتمنى تقرأ الرسالة. أحمد من كربلاء. أحمد، هذا رأيك ووجهة نظرك، واللي دي يتكلمون دي ينتقدون سياسات وتصرفات مقتدى الصدر، وما تعرضت له الناشطة رنا هو خير دليل على كيف يتعامل مع منتقديه، كيف تتعامل ميليشياته ويتعامل أتباعه مع منتقديه بالضرب، بالاعتداء، بالتهديد بالاغتصاب، بحرق الخيام، بارتكاب مجازر في محافظات عراقية. هكذا يتم التعامل. حضرتك ما تقبل، أنت حر، لكن هذه هي الحقيقة. في النهاية أنا أشكر الجميع مشاهدين الكرام، كل من شارك معنا، كل من تواصل، كل من اتصل وتفاعل على الواتساب، وكل من شاهد أيضا، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. إلى اللقاء.